هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى جاي لكم النهارده في فيديو جامد قوي قوي قوي. فيديو النهارده بقى عباره عن ايه؟ طبعا شايفين في بدل هنا، في حاجات جامده قوي 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 ورانا. اهم واحد في المكان هو وجوزي. جوزي انت بتعمل ايه؟ لا ثانيه واحده، ثانيه واحده كده. ايه ده؟ بتعمل ايه ده؟ دي مش فرح، دي مطرت. ايوه ده فعلا صح. لا لا بجد جامده قوي. هي ايه دي اصلا؟ بجد ايه؟ انا جايب له الحصان بره قدام باب المحل. بكمل بقى الحنه. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان احنا محمد هيتعمل له بدله جامده قوي قوي قوي، فاحنا عشان ما بنعرفش نختار لوحدنا فلازم انتوا تختاروا معانا، فاحنا هنوريكم كل. انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ جامده. تعالى بقى نشوف البدل مع بعضينا. احنا هنشوف دلوقتي البدل مع بعضينا يا جماعه، وهنشوف سيد هيلبس جوزي ايه. احنا واثقين فيك. كملوا معانا الفيديو، هنلبسه بدله واثنين وثلاثه وانتوا قرروا. المكان ده فين بقى؟ عايزك تشرح لهم. المكان ده في 20 عباس العقاد، مدينه نصر. يا جماعه عايز اقول لكم الاسعار حلوه قوي قوي. بدله كاتب كتابنا برضو يا ابني هتحرق. ده 1% من البدل اللي موجوده. بس 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 يا محمد بقى، ما توريش حاجه بس. خلاص بقى نشوفهم ونلبسها. بس كده يا جماعه هنوريكم بقى ايه الحاجات اللي عنده ونختار سوا. هنا ساسكت قليلا يا جماعه. ممكن ناخد ده بجد؟ لا بجد هو ممكن ناخده. بصوا انا عايزه اوريكم بجد ايه الحلاوه دي. حلوه قوي. ده طقم شيك جدا. ده اسمه ايه؟ بالتو صح؟ طقم الايه؟ طقم العمره. يا جماعه بصوا حلوه قوي قوي قوي. بصوا حاجه كامله متكامله كده. المهم محمد فين؟ محمد هو انت بتعمل ايه يا محمد؟ بتعمل ايه؟ بلبسها له تاني. طب انت هتلبس ايه؟ هتلبس لون ايه؟ هتلبسه لون ايه؟ هلبسه اخضر واحمر. اخضر واحمر؟ حلو. خلينا ترند بقى. اصفر وبني. اصفر وبني؟ لا اصفر. خلينا حلو عليه هو مع بشرته. اخضر واحمر. اخضر واحمر خلاص تمام يا محمد. جزم. خلاص جزم ممكن البسها لك. جمل على اخضر او اصفر مثلا. يعني اي حاجه انا عايزها عليها. اي حاجه موجوده. طقم كام بالساعه بالنضاره بالشراب؟ والله كل حاجه هتلاقوها هنا، هتلاقوها هنا. حتى بدله. انت بتعمل ايه؟ يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا جبنا بدله مالك في الفرع بتاع الاطفال. ايه ده؟ انت تلبس نظاره في الفرح؟ محدش يعرفني. طب انت هتلبسه ايه بجد؟ هنلبسه ابيض واسود. خلاص تمام. ابيض واسود يا محمد. خلاص تمام. وريني. بص التفاصيل. اقسم بالله جامده. بص يا جماعه ايه ده. انت بتعمل ايه بقى؟ ناخده حته كده. طب حط كده يا محمد. جايزة احسن عريس 2024. ايوه عشان انت اللي هتلبسه. طب يلا يا محمد هتخش تلبس ولا هتعمل ايه؟ طب تعالى نوريهم بس نختار ايه الاول. نختار ايه؟ بص هو في كحلي، انا عاجبني الكحلي اكتر. يعني دي حاجه بس كاجوال في الفرع. خش بقى كده بالموبايل على قسم الاحسان. سوري. اوه بص يا محمد الكحلي دي. بصي بقى انت السودا دي. اوه جامده قوي محمد. اقسم بالله دي تحفه. واقسم بالله بجد. ايه ده؟ ايه مش تلبس الحلقان؟ الايه دي؟ الحلقان. تعالى بقى طالما قالك حلقان تعالى اوريك البطل. تعالى. اوه هي دي؟ اوه. السلاسل دي كلها فاتح محلك بالجوهرات. ايه ده؟ ليزر محمد. ايه الجمال ده؟ جدعان بجد اقسم بالله جامد قوي. انت اهم حاجه عندك الطاقيه. جامد قوي جامد قوي. طب وريني بقى الحاجات. بص يا محمد بص السودا دي كمان. انا بحب الحاجات اللي هي بتبقى كده. لا مش عاجباني والله. بتبقى حلوه قوي. الهناك دي احسن صح يا مالك؟ حلوه. حلوه. ها الهناك دي احسن. اللي هناك اللي هي دي. ما انت قلت دي مش هلبسها عشان اخترتها. مش هلبس دي. طب انت تختار لنا انهي واحده من دي. استنوا كملوا الفيديو معانا للاخر وهنشوف هيبقى. هم اصلا مكملين، هم هيختاروا معانا عشان كده احنا محتارين. طب انتوا ايه رايكم في دي؟ انهي؟ اوه جامده قوي دي يا جماعه بجد. مش عاجباك ليه طيب؟ اوبا جدعان جامده قوي. هلبسها كده بعلقها كده ولا ايوه علقها لبستها انت عايش مشاكل مالك مشاكل. بصي الورده دي بقى. دي بقى انا اديها لك كده. دي بقى اسمها. لا 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 بجد بجد دي جامده. دي البيضة ودي السودة. اقسم بالله خلاص حلوين قوي. لا 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 احنا لسه برضو. احنا لسه في حاجات اجمد. خلينا الناس تشوف عارف اللبس. بص ايه ده جامده قوي جامده قوي. دي حلوه بجد. دي حلوه. طب بجد دي حلوه. ايوه حلوه وربنا. هو طبعا الجزمه بتبقى واحده على البيضه والسوده. احنا ممكن نجيب له جزمه بيضه بس ده في التريم العالي. ماشي بيق عليا بيق عليك فعلا. حلم حياتي.
حلم حياتك انت داخل فين؟ داخل في البدله حياتي اللي انت تبقى يعني عريس يعني ولا ايه؟ شو انت واقف جنبه طب استنى شوف كده تنفع تنفع عريس يا محمد. ايه ده ايه ده انت ايه بتعمل ايه ده ايه ده يعني بتعمل ايه؟ انا مش فاهمك. تعالى يا محمد اطلع 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 البس اطلع يلا تروح تلبس دلوقتي. يا جماعه فضل ده الفرح كم ساعه كم ساعه يا جماعه خلاص الفرح يعني خلاص بجد يا جماعه انت هتدخل دلوقتي هدخل دلوقتي البس وهوريكم البدله اللي هلبسها وانتوا قولوا لي حلوه ولا وحشه. خلاص ماشي رغم ان عارف انها حلوه بس يلا بينا. ايه بيقول لك بص يا محمد بص يا محمد بيقول لك بص يا محمد حلوه يا مالك حلوه. يلا بقى ركزي معايا. ايه اروح البس وادي يلا ماشي يلا روح. جاهزين تشوفوا بدله جوزي ولا لا؟ يلا واحد اتنين اتنين ونص اقفل إيه التليفون طيب عشان يلا جاهز واحدين ثلاثة. ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ يا جدعان بجد انا مبهور من نفسي. ايه يا جدعان ده؟ انتوا متخيلين محمد هيبقى عريس؟ محمد هيبقى عريس يا جماعة. ايه الجمدان ده؟ ايه ده؟ جامد قوي يا محمد. ايه ده؟ بصوا الجزمه والبنطلون والشراب من عنده. هو المثل والشرب... كان مين يشهد للعروسه دلوقتي مين يشهد للعريس؟ لا لا انت فعلا يعني بتعمل بدل جامده جامده بجد. لا بجد شغله جامد. لا مش طبيعي بجد. انت مش طبيعي بجد. انا انت حطيت على كل الناس بجد ما شاء الله عليك. لا لا انت حطيت على كل الناس. بص هو مش مغرور يا جماعه خالص. تيجي اقول لكم على حاجه بجد. بتيجي بتاخدوا الماس والبدله بتتغسل وتتكوي وفيها اي حاجه يا جماعه. عايز اقول لكم كل حاجه عنده كل حاجه من اول الشراب للحزام للاكسسوارات للساعه. بص كل للبيبيونه. ايه تاني؟ كله كله. لا لا بدور على حاجه ناقصه مش لاقي. لا ما شاء الله ما شاء الله بجد بجد سيد احنا بنشكرك جدا جدا جدا. انت من اكتر الناس اللي فعلا الواحد يثق فيك. عايز اسيبني دلوقتي سيبيني عشان اعرف كاريزما صوابي. انت انت كاريزما. اروح بقى لف لفه بالعربيه لفه بالع... تعالى يا بابا تعالى دي البدله اللي هتحضر بيها الفرح. تعالى تعالى يلا تعالى وريني وريني كده تقول ايه وانت عريس يا محمد كده. لا اقول ايه وانا كاريزما يا جماعه؟ يا محمد انت وانت عريس حاسس بايه طيب وانت لابس البدله وانت عريس؟ ايه اللي هي انا عريس بجد يا كاريزما اخويا الكاريزما اخويا الكاريزما. لا بجد يا محمد حاسس بايه؟ حاسس بص من ساعه ما دخلت هنا بجد وانا حسيت ان انا فعلا عريس لان اقسم بالله حسيت ان انت احساس العريس ده لوحده مش مخوفك؟ رجعت نفسك؟ ايه ده ايه ده ايه ده انت قصدك ايه بقى؟ ده لسه بنقول لسه بنقول داخل على هنا وسعاده مفيش زي صاحبي ما الحق نفسي في حاجه. ان شاء الله لا لا ان شاء الله كده نفرح بمولودكم قريب حبيبي ربنا يخليك. نلبس بدله احتفال المولود ده. محمد اتفضل انت حاسس بايه؟ عشان انا حته كاريزما في حته ده. ما حدش يكلمك. لا محمد بجد انت احساس كده ان انت عريس ولابس بدله كده مميزه. في بدله تاني بس دي هخليها مفاجاه. خلاص تمام دي اي ما احنا ما انا هلبس فستانين وهو هيلبس ايه بدلتين كده تمام. خلاص تمام يلا يا محمد السلام عليكم. انت تاخد بدله وتمشي؟ ايوه خلاص ماشي. بصوا بقى يا جماعه احنا كل الـ البدل وكل الحاجات دي انت هتشوفوها يوم الفرح. احنا بس بنوريكم البدل علينا بتكون عليه هو بيكون عامله ازاي والفستان عليا بيكون عامل ازاي. فاستنوا يوم الفرح عشان كل حاجه مختلفه هتشوفوها. وعشان سيد اللي هيلبس محمد اصلا يوم الفرح صح؟ صح زي ما لبسهم كاتب الكتاب. كل حاجه برضو ادخلوا عنده على التيك توك وعلى الانستجرام تابعوه عنده عشان هو بينزلها قبلينا لان اصحاب طبعا العريس واصحاب العروسه بينزلوا قبلهم. فانتوا ربنا يكملها لكم على خير. ربنا يخليك بجد سيد من الاشخاص فعلا المحترمه وبجد فعلا مكان مميز جدا جدا جدا. ربنا يكمل فرحك. ربنا يخليك شكرا. فبس يا جماعه عايزاكم بقى تنسوش تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله هتشوفوا يوم حلو. ادعوا لنا ان ربنا يتمم لنا على خير ويبعد عننا العين. وبس كده باي.